بمناسبة يوم الشباب العالمي، نظمت جمعية المصياف الخيرية مشروع التوعية ضمن الفريق الطبي الجوال بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، احتفالية شبابية بعنوان سلام من صنع الشباب في منتزه الوراقة بمدينة مصياف. مشروع يخص الشباب حصرا، حتى أعمار لحد 35 سنة ممكن نقبل بالموضوع، أما القائمين حاليا حقيقة هم بالعمر 25 سنة. له شقين، الشق الأول هو إخراج الإبداعات الأساسية الموجودة عند الشباب ودفعهم باتجاه إظهارها من خلال المسرح، من خلال الموسيقى، من خلال كل مسارات الحياة الفنية. المسألة الثانية هي رسالة توعية، بمعنى أن هذول الشباب نفسهم هالإبداعات الموجودة عندهم قلوا رسالة توعية للمجتمع الشبابي. منا شيء خارج المألوف وخارج المعروف عنا، حبينا نلامس الوجه، حبينا نلامس إشكالات الشباب، مشاكلهم من خلال هالصعوبات اللي عم يعانوها، عم يعيشوها بشكل يومي، من خلال بتعرفوا اليوم 12 أب هو يوم الاحتفال بيوم الشباب العالمي. نحن كجمعية خيرية يعني حبينا نقول مو نحن موجودين لحتى نوصل بس اللقمة للجائع، مع أنه أحد أهدافنا الأساسية هي، لكن خلينا نقول التغلب على المصاعب اللي عم يعاني منها الشباب وتوعيتهم. طبيعة المبادرة يوم مقسمينها لأربع أجزاء أساسية، كان عندنا معرض رسومات للشباب، عندنا شباب هواة بالرسم، مبدعين بالرسم، عملوا معرض مؤلف من 20 لوحة. طبعا نحن عندنا عروض لمثقفي الأقران الشباب، تم عرض 5 لوحات مسرح عن قضايا الشباب ومستقبلهم وتطلعاتهم تحت الشعار نفسه سلام من صنع الشباب. طبعا الفكرة الثالثة الرئيسية هي عم نعرض أفلام قصيرة عن يوم الشباب العالمي. طبعا وهلأ رح نختتم فعاليتنا بفرقة التراث الموجودة بمدينة مصياف، رح تقدم معزوفات ومقاطع موسيقية وأغاني ضمن جو شبابي حلو. الاحتفالية تضمنت عروض مسرحية لمثقفي الأقران الشباب باستخدام تقنيات المسرح التفاعلية، وذلك لزيادة الوعي بين اليافعين عن طريق المسرح، ومعرضا للرسوم الفنية قدم خلالها الشباب المشاركون مجموعة من اللوحات التي تعبر عن السلام والمحبة. نحن الفريق المسرح الجوال اللي عم نقدم مسرحيات توعوية للشباب وبجميع الأمور اللي بتخصهم، هن من تثقيف أقران بتخص كل الشباب، واليوم مشاركين فعالية يوم الشباب العالمي بعرض فقرات مسرحية بتخص الشباب وهموم الشباب ومشاكل الشباب بشكل عام من جميع النواحي. وهدفنا ورسالتنا أن نحن نوصل للشباب همومهم ونشرح شو هن الشغلات اللي ما نواعين فيها نواعيون عنها. احنا شاركنا بعرض عن الايدز، حاولنا نوضح شو هي الطريقة اللي بينتقل فيها. شاركت بعرض عن العولمة، انه شو تأثير الانترنت والعولمة علينا يا الزايد. شاركنا بعرض عن العادات والتقاليد، انه عادات والتقاليد يمكن تكون هي ما كتير منيحة، لانه كتير عم بتزيد بشكل سيء. شاركت بثنائية عملناها أنا ورفيقتي بالمشروع هالة يونس، عملنا ثنائية وحكينا فيها عن الفرق بين الجيلين، بين الفرق بين جيل التسعينيات مثلا شو كان يعمل، وفرق بين هلق جيل اللي طالع شو كان يعمل. عملنا شوية مفارقات لحتى نوصل رسالة كل جيل، ونحاول انه نحن شوي ما نتخلى عن عادات قديمة كانت حلوة بالنسبة لنا، ما نتخلى عنها نسفها بالكامل، بالعكس نحن ناخذ منها شيء إيجابي نسيبه لحالنا ونبلش نأسس ونعمل شيء جديد. تخلل الفعالية عدد من العروض المسرحية التثقيفية ومعرض للصور واللوحات الفنية تناولت قضايا الشباب، وحفلا غنائيا تراثيا لفرقة التخت الشرقي والتراث في مصياف قدم خلالها أغاني فنية وتراثية مميزة.